تقر وتعترف انك كنت بتهرب الشماريخ للجماهير في شنطتك وانت داخل مباريات؟ والله ما حصلت. احكي. والله ما حصلت على فكره. ده كانت كنت انا في الاسماعيلي ومباراه الاهلي والاسماعيلي اللي هي خسرنا فيها 1-0. كنت في الاسماعيلي ولا في الاهلي؟ لا في الاسماعيلي. ده جماهير الاهلي اللي بتقول كنا بندخر الشماريخ عن طريق ابراهيم سعيد. لا لا ده هو ساعتها الكلام ده نزل في الفتره اللي كنت فيها الاسماعيلي، لان في الوقت ده دخل النادي الاسماعيلي كان ممنوع الشماريخ. والشماريخ طلعت في المباراه في الوقت ده، ساعتها خسرنا بالهدف بتاع بركات. كنت في الاسماعيلي ساعتها، فنزلت اشاعه ان ابراهيم سعيد هو اللي دخل الشماريخ. انا مالي والله ما انا خالص. ليه في الاسماعيلي بالتحديد وجهوا لك انت الاتهامات؟ ممكن يكون حد قال كده، بس انا قايل انا يعني احنا في معسكر اصلا جوه في المعسكر بتعمل كل حاجه. لا والله بس مش لدرجه ان انا دخل شماريخ. فاهم قصدي؟ يعني الموضوع مش ما حدش يعقله ابدا، يعني انا مالي اصلا. فهي دي برضو من ضمن الحاجات اللي اتقالت، ولحد دلوقتي الناس فاكره ان انا اللي دخلت الشماريخ. والله ما انا. ده اعتراف حقيقي؟ والله ما انا، انت عارفني انا ما بكذبش خالص. ولا ساعدت ولا عملت اي حاجه انا ولا اعرف اصلا. انا فوجئت ان الموضوع ده انتشر جامد قوي جدا، وساعتها حتى جمهور الاهلي نزل على السوشيال ميديا ان ابراهيم سعيد هو اللي دخل الشماريخ. قلبوا عليك جماهير الاهلي من ساعتها. افتكروا ان انا اللي عامل. والله ما انا ولا ولا اعرف عنها حاجه خالص اصلا. فاكر ماتش اهلي والزمالك لما جريت بالشماريخ؟ دي كانت البدايه. كانت جنان. ايه كانت جنان؟ ما قلت لك ان انا مجنون بصراحه. ما اكذبش عليك، يعني انا اقدر اتكلم في حاجه زي كده. ايه اللي اتغير في الجنان عندك دلوقتي؟ لا الامور بقت اهدى شويه، يعني بقت شويه بس مش قوي. لا الجنان هو هو كتير. الجنان هو هو عشان ما اكذبش، بس الموضوع بقى اهدى شويه، يعني بقيت بالنسبه لي تركيز اهلا اعلى شويه. بقت الموضوع بالنسبه لي دلوقتي قبل رد اي فعل بهدا. كنت الاول رد فعلي سريع جدا، فدلوقتي بقيت يعني بحب اهدى وبعد كده اخد قرار اشوف انا ايه اللي انا هعمله.